مشاهدينا، منذ ملايين السنين تعلق البشر بتلك النقطة الحمراء الصغيرة المعلقة في السماء، متسائلين ما هي وكيف الوصول إليها. اليوم وبفضل المهمات الاستكشافية وآخرها طبعا مسبار الأمل، استطاع البشر أن يعرف أن تلك النقطة الحمراء هي جارنا القريب المريخ. نعم، بتقنية الواقع المعزز نتعرف معكم على الكوكب الأحمر المريخ مع الزميلة ديالة علي. المريخ عالم صخري صحراوي وبارد، اشتق العرب اسمه من كلمة أمرخ وتعني صاحب البقع الحمراء. أما لقب الكوكب الأحمر فسببه لون الكوكب المائل إلى الحمرة بفعل نسبة أكسيد الحديد الثلاثي العالية على سطحه وفي جوه. يحتل المريخ المرتبة الرابعة في ترتيب الكواكب من حيث بعدها عن الشمس، وهو جار الأرض الهادئ وشبيهها من حيث التكوين الجغرافي وتقسيم السنة المريخية إلى فصول. يعتبر المريخ ثاني أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد، ويعادل قطر المريخ نصف قطر كوكب الأرض ويبلغ 6792 كيلومتر، ما يعني أن الكوكب الأحمر أصغر من الأرض بمرتين. ويعادل حجم المريخ ما نسبته 15% من حجم كوكب الأرض، وبالتالي سنحتاج إلى 6 كواكب لها نفس حجم المريخ كي نستطيع ملء الأرض. تقدر المسافة بين الأرض والمريخ عندما يصلان إلى أقرب نقطة من بعضها البعض كل عامين بحوالي 53 مليون كيلومتر، وتقدر المسافة بين الأرض والمريخ عندما يصلان إلى أبعد نقطة عن بعضها البعض بحوالي 400 مليون كيلومتر. تدور الأرض حول الشمس في 365 يوماً موزعة على 4 فصول، أما المريخ فيدور حول الشمس في سنة مريخية مدتها 687 يوماً أرضياً موزعة على 4 فصول أيضاً. ينجم اللون الأحمر البرتقالي لسطح المريخ عن تربته المكونة من أكسيد الحديد الثلاثي أو الصدأ، وتتنوع ألوانه بين اللون الذهبي والبني حسب تنوع المعادن واختلافها من منطقة إلى أخرى. درجة الحرارة تصل على سطح المريخ في أعلى درجاتها إلى 20 درجة مئوية، أما في أدنى درجاتها فتصل إلى سالب 153 درجة مئوية نظراً لبعده عن الشمس. يتكون الهواء في المريخ من 95% من ثاني أكسيد الكربون، و3% من النيتروجين، و1.6% من غاز الأرجون، والباقي كميات ضئيلة من الأكسجين وبخار الماء وغازات أخرى. يعتقد العلماء أن كوكب المريخ احتوى على الماء قبل 3.8 مليار سنة بعد رصد ما يشبه تجمعات جليدية تشبه القطب المتجمد على الأرض. جغرافيا المريخ تشبه مثيلتها على الأرض، بها جبال أعلى من مثيلتها الأرضية ووديان ممتدة، وعلى غرار الأرض يتكون المريخ من عدة طبقات، القشرة والستار واللب، وهي جميعها مكونة من نفس المواد التي تتكون منها طبقات الأرض، أي الحديد والسيليكات. وأخيراً، إذا قدر لك أن تزور المريخ يوماً ما، فاعلم أن وزنك سينخفض بنسبة 62% عما هو على سطح الأرض، ويعود السبب في ذلك إلى أن الجاذبية على سطح المريخ هي أضعف من الجاذبية على سطح الأرض. أنا دوري كان مهندس المقياس الطيفي لأشعة تحت الحمراء إيمرس في مشروع مسبار الأمل.